ضاقت مدرجة ملعب البصرة ورفع أبناء الرافدين أعلام دولة قطر مرحبين بمنتخبنا الوطني في مباراة دولية ودية تاريخية أمام صاحب الأرض والجمهور منتخب العراق، انتهت بفوز العنبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين. قمة افتتاح بطولة صداقة دولية الودية كانت رسالة تعكس عمق الروابط بين الدوحة وبلاد الرافدين، وكانت صفحة تاريخية تكتب مع عودة الحياة لملاعب العراق بعد قرار رفع الحظر. ليلة كروية ليست كغيرها من ليالي الكرة العراقية، ليلة في البصرة اختلف فيها كل شيء، الأهازيج والحضور والأجواء. كانت ليلة فرح بقرار طال انتظاره، رفع الحظر عن ملاعب الكرة العراقية، وجذع النخلة كان أحد هذه الملاعب. هنا كان المنتخب القطري موجودا ليشارك العراق على امتداده فرحة هذا القرار الحدث في مباراة أطلقت صافرتها معلنة بداية بطولة الصداقة الدولية الودية. العراقيون ومنذ الدقائق الأولى لم يمهلوا الضيوف وقتا لأخذ الأنفاس، وبدأوا سلسلة هجمات كادت أن تصيب إحداها على الأقل الهدف، لكن العنابي وكعادته بدا صامدا قويا. الرد القطري لم يتأخر كثيرا عندما اقترب عفيف من خشبات المنتخب العراقي الثلاث، لكن كرته أخطأت طريقها الشباك في الأولى قبل أن تصيبها في الثانية مع انقضاء الدقيقة 17. أسود الرافدين لم يتهاونوا بعد الهدف القطري وزادوا من ضغطهم على منتصف الملعب، ومن هناك انطلقت هجمة انتهت بين أقدام أحمد ياسين وضعها في شباك سعد الشيب معلنا عن هدف التعادل. وفي الوقت الذي كانت نتيجة الشوط الأول تتجه نحو حكم التعادل، ظهر عفيف مرة أخرى وبتسديدة من خارج منطقة الجزاء معلنا تقدم منتخبنا الوطني. الشوط الثاني بدأ مختلفا في أداء العراقي الأكثر اتزانا في وسط ملعبه، لكن المبالغة في التقدم أعطت منتخبنا الوطني فرصة التقدم للمرة الثالثة، وهذه المرة عبر إسماعيل محمد بعد أن تهادت كرة الهيدوس أمام قدميه. بعدها بأربع دقائق استغل حسين علي هفوة منتخبنا الوطني وسدد كرة داخل الشباك معلنا تقليص الفارق لأصحاب الأرض. منتخبنا ما زال متقدما والمنتخب العراقي يضغط لتعديل النتيجة، وهنا يظهر بضياف بكرة كادت أن تلامس شباك جلال حسن لولا تدخل القائم. في دقائق المباراة المتبقية حاول منتخبنا الوطني تعزيز تقدمه وسط محاولات جادة لأسود الرافدين بتعديل النتيجة في افتتاحية الدورة، نتيجة وإن كانت على عكس المتوقع لجماهير جذع النخلة إلا أنها لم تعكر صفو ليلة كان هدفها الأبرز الاحتفال برفع الحظر عن ملاعب الكرة العراقية. لأخبار قنوات الكأس، عبد الهادي أبو حمدة، الدوحة.